يعني هناك إجماع الآن بأن ريادة الأعمال تطوير المشاريع الصغيرة لشباب المنطقة هو أحد الطرق السبل لإدماج شباب العالم العربي في المحترك الاقتصادي، تقوية مهارهم، توسيع مجالات عملهم وتطوير حتى تطلعاتهم ونقلها من حيز القطاع العام إلى القطاع الخاص، الاعتماد على النفس. إذا كان هذا الرهان صحيح، رهان ريادة الأعمال، رهان تطوير الشباب لمشاريعهم الاقتصادية الذاتية، فأحد متطلبات نجاح هذا الرهان أن تكون هناك سبل متنوعة لدعم هذه الأفكار، هذه المشاريع اقتصاديا وماليا. إذا البنوك التقليدية هي عاجزة أو غير قادرة أو غير مستعدة للرهان على هذه المشاريع الصغيرة أو دعمها ماديا، لأن في هذا الأمر كثير من المخاطرة واللي معظم البنوك غير مستعدة لقبولها، فيجب أن نخلق مسارات ثانية، مصادر أخرى متنوعة لدعم مشاريع الشباب حتى يطوروا أفكارهم وينقلوها من حيز التنظير والحلم إلى حيز الواقع والمحترك العملي الفعلي. هنا تبرز دور شبكة صلة، هي شبكة حقيقة للتواصل ما بين رواد الأعمال صغار السن من يملك مشاريع ولهم طموح وأحلام ومشاريع جاهزة، ومستثمرين لديهم رغبة في الاستثمار في هذه المشاريع خارج إطار البنوك والمصارف التقليدية. إذا استطعنا من خلال هذه الشبكة تطوير التواصل، ربط المستثمر برائد العمل الشاب بالمتمرس وصاحب الباع الطويل في ريادة الأعمال، سننجح في ظل هذه النظرة وهذا الرهان من جربنا نحن في حل جزء كبير من مشاكل التمويل والتشجيع لمشاريع الشباب والدفع بهم حقيقة ليكونوا ناجحين في مجال ريادة الأعمال وتطوير مشاريعهم الذاتية بدون الحاجة إلى دعم أسري، دعم من المصارف أو دعم من الدولة. فهذه الشبكة هي ترجمة لفكرة أن ريادة الأعمال في حاجة إلى دعم متواصل، دعم غير تقليدي، ودعم خارج الأطر اللي تعودنا عليها في السابق، حتى نقدم لشبابنا ولمشاريعهم مصادر وفرص متنوعة لتطوير ذاتهم، أفكارهم، ونقلها إلى الواقع العملي، ورؤية إذا كان النجاح حيصادفها أو لا. على الأقل نكون نحن من خلال هذه الشبكة ساعدنا في حل مشكلة التمويل والدعم المتواصل لهذه المشاريع الصغيرة والمشاريع اللي لم ترى حيز التنفيذ بعد.